اوكي يعطيك العافية اسمي أستاذ زريد اليوم موضوعنا عن الإحصاء مادة ثمانمية واثنين نموذج ثمانية ثلاثة ثمانية ثلاثة واحد ثلاثة خمسة تعريف الإحصاء التكراري نسبي المنوال البسيط المعدل والانحراف المعياري الاحصاء هو مجموعه طرق تبحث تبحث عن بيانات ومن ثم عرضها وتفسيرها باساليب علميه وذلك من اجل ترسيخ نتائج التقارير المناسبه حول الموضوع بالسؤال هي ان مجموعه معطيات بنفحص فيها المعدل كمثال نفحص فيها اديش احنا قريبين عن المعدل اديش احنا بعيدين عن المعدل ايش الوسيط تاعي ايش اكثر شيء تكرر انا عندي اظن منسمي المنوال أول شيء تكرارية نسبية هي نسبة تكرار فئة معينة من كل التكرارات يعني على سبيل المثال أنا عندي إيه عندي إيه عندي نفرض أخضر أحمر أصفر الأخضر هو أربعة الأحمر هو ثلاثة الأصفر هو اثنين بقول أيش تكرارية للصفر من كلياتين عبارة عن اثنين على إيش؟ على مجموعين خمسة زائد ثلاثة يعطيني ثمانية زائد اثنين اديش عشرة, عشرة معناته اديش يكون عندي ثلاثة من عشرة. كمثال أول إشي بنرمز للتكراريات بالحرف أف وهو يمثل عدد طلاب عائلات عمال علامات يرمز للشيء المتكرر بالحرف بالحرف إكس مثل عدد العلامات عدد العائلات للمجموع تاعنا عدد التكرارات نرسم الحرف ان كابيتال وان شو يساوي مجموع عدد التكرارات اف واحد زائد اف اثنين زائد اف ثلاثة زائد اف اربعة الى ما لا نهاية حد اف ان هو الحد العام ممكن ان يكون من واحد الى ما لا نهاية الشيء المتكرر هو اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة الى ما لا نهاية إكس ان التكرارية عبارة عن اف واحد اف اثنين اف ثلاثة الى ما لا نهاية سبب التكراري هو قانون التكراريه النسبية هو اف كي التكراري اللي بدنا اياها على مجموع كل التكراريات عندنا مثال عندنا الشيء المتكرر ستة تكررت ستة تكررت أربع مرات السبعة تكررت ست مرات الثمانية تكررت سبع مرات التسعة عشر مرات العشرة ثلاث مرات بقول يحسب التكرارية للطلاب الذين حصلوا على علامة تسعة الطلاب الذين حصلوا على علامة تسعة أول إشي بحسب أنا قديش المجموع تاعي، المجموع تاعي هو أربعة زائد ستة زائد سبعة زائد عشرة زائد ثلاثين، بيعطيني قديش الجواب بيعطيني الجواب ثلاثين تكرارية عندي، هو بيقول الطلاب الذين حصلوا على علامة تسعة عندي عشر طلاب حصلوا على علامة تسعة، عندي عشر طلاب حصلوا على علامة تسعة معناته التكرارية هي عبارة أفكي. على 30 بيعطيني نسبة تكراريه هي عباره على افكي على ان بيعطيني 10 على 30 بيعطيني جواب هو ثلث المنوال المنوال هو عباره عن الشيء او العدد الذي تكرر عدد من المرات نعطي مثال على ذلك عندي ايش عرض توزيع عدد الاولاد في ع... في احدى القرى العائلات عندي أربع عائلات عندن ست أولاد عندي ست عائلات عندن سبع أولاد عندن سبع عائلات عندي سبع عائلات عندن ثمان أولاد عندي عشر عائلات أديش عندن تسع أولاد عندي ثلاث عائلات عندن أديش عشر أولاد معناته المنوال أنا عندي شو دينه اللي تكرر أكثر إشي إيش تكثر أكثر إشي تسع أولاد هني أديش عندن عشر عائلات هو المنوال هو هو عشرة وهو تسعة وتكرر عدد قديش عشر مرات الحل نرى أن كيف حكينا أستاذ إنه إيش التسعة كارات قديش عشر مرات؟ الوسيط هو عبارة عن العدد الذي فيه وسط المجموعة، الوسيط هو بيكون عندي هو الحد أو العدد الموجود بالضبط بالوسط، في عندي هون حالتين، حالي لما يكون العدد عدد المجموعة فردي، والحالة الثانية لما يكون عندي عدد المجموعة شو يساوي زوجي. انا عشان اعرف الوسيط لازم اعرف كم كم شخص عنده وكم عدد او كم طالب او كم ولد اول شيء احنا اول شيء بعرف اديش كم ولد عندي بجمعهم ثلاثة وخ خل... ثلاثة زائد خمسة زائد سبعة زائد تسعة زائد ثمانية زائد خمسة بتنجب هو سبعة وثلاثين معناته أنا هو زي العلامات يعني إيش خمس خمس أشخاص ااا إي... 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 ثلاث طلاب عندنا ثل... علامة خمسة خمس طلاب عند العلامة ستة وسبع طلاب عند العلامة سبعة وثمان طلاب وتسعة طلاب عند العلامة ثمانية وثمان طلاب عند العلامة تسعة وعشر طلاب عند وخمس طلاب عند العلامة العشرة شو كيف كيف أوزعهم نشط نحط الأعداد نحط العلامات عندي خمس طلاب ثلاثة أسف ثلاث طلاب خمسة ايه, خمس طلاب علامة ستة سبع طلاب علامة سبعة تسعة طلاب علامة ثمانية تسعة ثمان طلاب علامة تسعة وخمس طلاب عندي علامة عشرة بأي حالي أنا بدأ إذا هو بن إذا هو عدد فردي ما يكون العدد النصاني بفحص أنا وين عندي العدد النصاني بالمجموعة كلها بيطلع عندي العدد النصاني هو ثمانية معناته الوسيط أنا عندي شو يساوي ثمانية الوسيط أنا عندي يساوي ثمانية إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان عدد العناصر هو إيش عدد زوجي عندي المثال التالي عندي هون 34 طالب اذا بنجمعهم عندي ثلاث طلاب حصلوا على علامه 5 و5 طلاب على علامه 6 و6 طلاب على علامه 7 و8 طلاب و9 طلاب على علامه 8 و8 طلاب حصلوا على علامه 9 وطالبين حصلوا على علامه 10 الجواب النهائي قديش مجموع كل اذا بنجمع 3 زائد 5 زائد 7 زائد 9 زائد 8 زائد 2 بيعطيني 34 من رتب العلامات من الأعلى للأسفل عندي ثلاث طلاب جابوا علامة خمسة وخمس طلاب ستة وسبع طلاب سبعة وثمان طلاب وتسعة و... وتسعة طلاب علامة ثمانية ثمانية و... وثمان طلاب علامة تسعة من جميعهم من دورة على الوسيط الوسيط بيطلع عندي هو بما إنه عندي عدد زوجي معناته بدي ادور على العددين بالنص العددين بالنص اللي عندي شو يساوي ثمانية معناته الوسيط انا عندي بيطلع الوسيط هو معدل اثنين هو عبارة عن نديج ثماني زي قديش ثمانية زائد ثمانية بيعطيني قديش ستاش المعدل المعدل هو القيمة التي تجمع حولها القيم ومن خلالها نستطيع الحكم على كل قيم المجموعة فهذه القيم هي وسط هي ايش الوسط الحسابي اذا احنا بنجمع كل الاعداد اللي عندي ونقسمهم على عددها هذا بنسميه الوسط الحسابي ويتم الحساب المتوسط الحسابي او المعدل لمجموعة القيم خلال جمع كل قيم العناصر بجمع كل العلامات او بجمع كل الاولاد او بجمع كل الاشجار اللي هو عنده بجمع وبقسمها بقسمها على ايش على عددهن قسمة الناتج على مجموع عدد العناصر على ايش على مجموع كل الفئة وعلى كل مجموعة معناته ايش مجموع كل العناصر على قديش على عددها عند الجدول التالي اول شيء عند الشيء المتكرر اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة الى الى ما لا نهاية وعند التكرارية كم مرة تكررت مثلا علامة سبعة تكررت سبع مرات العلامة ثلاثة تكرر ثلاث مرات العلامة ستة تكرر خمس مرات هلوم جرة مع على ايش على لايش للعلامة النهائية اللي هي اف ان اف ان بعوض اي أي علامة بدي إياها محل أن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة باخذ على كم مرة تكررت هاي العلامة حساب المعدل أول إشي المعدل هو أول إشي بحسب مجموعة تكراريات انهي هي مجموعة تكراريات مجموعة تكراريات إكس معدل هو المعدل نرمز له حرف اكس مش كابيتال عليه شحطه من فوق خط صغير قانون معناته قانون المعدل هو اكس معدل يساوي اف واحد ضرب اكس واحد تكراري الاولى في العدد نفسه زائد اف اثنين ضرب اكس اثنين زائد اف ثلاثة ضرب اكس ثلاثة زائد اف اربعة ضرب اكس اربعة الى ما لا نهاية زائد اف ان ضرب اكس ان على قديش على المجموع النهائي ان هي عبارة عن اف واحد زائد اف اثنين زائد اف ثلاثة الى ما لا نهاية نعطي سؤال مثال في صف معين قاسوا طول الطلاب وحصلوا على التوزيع لأطوالهم كما هو مبين في الجدول التالي عند ست طلاب كان طولهم 159 وخمس طلاب كان طولهم 164 وسبع طلاب كان طولهم 169 وست طلاب 174 وأربع طلاب كان طولهم 179 كيف بنحسب المعدل؟ المعدل نرمز له بالحرف x معدل حسب القانون f1 ضرب x1 زائد f2 ضرب x2 زائد f3 ضرب x3 هلما جرى الى ما لا نهايه تقسيم المجموع الكلي اللي هو f1 زائد f2 زائد f3 الى ما لا نهايه بنعوض بنقول 159 ضرب 6 لانه كان عندي 6 طلاب كان طولهم 159 زائد 5 طلاب كان طولهم مية وأربعة وستين زائد خمسة ضرب مية زائد كان سبع طلاب كان طولهم مية وتسعة زائد اه سبع طلاب كان طولهم مية وأربعة سبعة ضرب مية زائد أربع طلاب اه كان طولهم مية ضرب أربعة ضرب مية على تقسيم إذا نجمع عدد كل الطلاب بيطلع عندي يساوي ثلاثين 6 ستة وخمسة زائد سبعة زائد ثمانية زائد أربعة بيطلع عندي ثلاثين. معناته المعدل يساوي؟ إذا نجمعهم بيطلع عند خمسة آلاف وستة تقسيم ثلاثين ويساوي مية وثمانية وستين وخمس أسداد أو بنحولها لأعشار هي عبارة عن مية وثمانية وستين بالمية. في عندي كثير ملاحظة مهمة إذا أنا عندي معدل لصف معين هو خمسة وسبعين إذا أنا بضيف له إذا أنا بضيف عدد علامه اقل من المعدل وعلامه تساوي المعدل او علامه اعلى من المعدل اذا كانت علامه الطالب الجديده مساويه للمعدل فان المعدل لا يتغير واذا كانت العلامه الجديده اكبر من المعدل معناته المعدل شو بده يكبر واذا كانت علامه الطالب الجديده أصغر من المعدل المعدل بده يصغر انحراف المعياري، تعريف الانحراف المعياري هو المقياس التي نستخدم لقياس مدى تشتت او تناغم او تباعد البيانات المعطية مع معي عن, عن متوسطها اي عن معدلها الحسابي، يعني قديش كل علامة وعلامة بتبعد عن المعدل، لازم يكون الانحراف المعياري ايش مقدار ثابت، اول شيء الانحراف المعياري بنرمز له بالحرف اس. قانون الانحراف المعياري اس يساوي تحت الجذر كل المقدار تحت الجذر اف واحد ضرب بين قوسين اكس واحد ناقص المعدل كل تربيع زائد اف اثنين ضرب اكس بين قوسين اكس اثنين ناقص المعدل كل تربيع زائد اف ثلاثة ضرب بين قوسين اكس ثلاثة ناقص المعدل كل تربيع الى ما لا نهايه زائد اف ان ضرب بين قوسين اكس ان ناقص المعدل كل تربيع تقسيم أديش المجموع الكلي انا عشان اجد المعا... الانحراف المعياري اهم شيء يكون معطي معي المعدل واذا مش معطي معي المعدل انا مجبور اوجد المعدل في البدايه بعدين اوجد الانحراف المعياري بشكل عام بعد ما الاقي ف... اذا ما كانش معطي معي لتحليل الجذر بالاخر بساوى الجذر التربيعي للمقدار اللي بيطلع عندي عند الجدول التالي عند العلامات وعندي ايش عدد طلاب عندي ثلاث طلاب جابوا خمس علامات وخمس طلاب ست علامات وسبع طلاب سبع علامات وتسع طلاب ثمان علامات وثمان طلاب تسع علامات وطالبين جابوا قديش عشر علامات بقول احسب الانحراف المعياري عن المعدل انا عشان اجل الانحراف المعياري اول اشي ايش لازم لاقي المعدل حسب قانون المعدل معنات المعدل عندي هو درب ثلاثة درب خمسة ضرب ثلاثة ثلاث طلاب جابوا علامة خمسة زائد ستة ضرب خمسة خمسة طلاب جابوا علامة ستة زائد سبعة ضرب سبعة زائد ثمانية ضرب تسعة زائد تسعة ضرب ثمانية زائد عشرة ضرب اثنين على أربعة وثلاثين بيطلع جواب البسط مئتين وثمانية وخمسين على أربعة وثلاثين الجواب بيطلع عندي سبعة فاصلة خمسة ثمانية ثمانية هذا المعدل السؤال ما خلصش هو بيسأل المعياري أنا عشان أجل الانحراف المعياري مستعمل القانون المعطي معاي قانون معطي معاك كيف كيف شرحناه في البدايه بعوض فيه اس يساوي اول عندي اول شيء عندي ثلاث طلاب كان كانت علامة خمسة خمسة ناقص المعدل سبعة فاصلة خمسة ثمانية كل تربيع زائد خمسة فاصلة خمسة ضرب عند ستة ناقص سبعة فاصلة خمسة ثمانية كل تربيع خمس طلاب زائد سبع طلاب ضرب سبعة ناقص خم... سبعة فاصل خمسة ثمانية ثمانية كل تربيع بعوض الكل عندي مع كل المقادير التسعة والثمانية والعشرة بيطلع عندي إنه أس يساوي جذر المية واحد فاصل مية وثمانين بيطلع عندي الانحراف المعياري واحد فاصل ثلاثة أربعة نبلش بحل أسئلة بجروت نبلش بحل أسئلة بجروت عندي بجروت شتاء 2013 معدل علامات طالب معين في خمس امتحانات هو 72 امتحن الطالب بامتحان آخر وحصل على علامة تسعين لجميع الامتحانات نفس الوزن العالمي قسم أ ما هو معدل طلاب في الامتحانات الستة قسم ب امتحن طالب بامتحان آخر امتحان سابع وارتفع معدل علامتي وارتفع معدل علاماتي في الامتحانات السابعة ل 78 قسم ما هي علامة امتحان السابع؟ قسم ج عند حساب العلامات اكتشف خطا من اجل تصحيح الخطا اضاف المعلم درجتين لكل واحد من العلامات الطالب في امتحان الخمسة الاولى ما هو المعدل الطالب في الامتحانات السابعة بعد تصحيح الخطا فصل حساباتك نيجي لقسم ألف قسم ألف ما هو معدل علامات الطالب العلامات الستة كيف احنا نحسب المعدل علامات هو مجموع كل العلامات على إيش على عدد المواضيع بما إنه بما إنه معطي معي إنه إنه بما إنه معطي معي إنه معدل أول خمس علامات هو 72 معناته شو المجموع بده يكون المجموع بده يكون اديش 72 ضرب 5 ليش؟ بما انه 72 بشكل عام 72 يساوي المعدل ضرب 5 معناته المجموع الكليه للعلامات هو عباره عن قديش؟ 72 ضرب 5 بيعطيني 360 احنا كمان زدنا ايش؟ علامه سادسه اللي هي قديش مقدارها؟ 90 معناته بنجمع بنجمع العلامه السادسه ضرب زائد مجموع الخمس علامات الاولى على عدد العلامات على عدد العلامات كم علامة أو كم امتحان صار عندي ستي معناته بجمع على ستي مع ثلاثمية وستين على ثلاثمية وستين زائد ثلاثمية وستين زائد تسعين بيعطيني أرب بيعطيني أربعمية خمسين على ستة بيعطيني خمسة وسبعين معناته معدل امتحانات الستة خمسة وسبعين معدل امتحانات الستة قسم بقى امتحن بامتحان آخر امتحن الطالب بامتحان آخر امتحان السابع وارتفع معدله ايش للثمانية وسبعين بقول لي جد مقدار العلامة السابعة، أول إشي بنرمز للعلامة السابعة بالإيش؟ بالإكس سبعة وأنا بفهم بشكل عام إن المعدل هو مجموع كل العلامات على أديش؟ مجموع كل العلامات على أديش عدد الامتحانات الكلي؟ بما إنه أنا أديش عندي صار خمسة وسبعين. مجموع العلامات الست هون مجموع اول ست علامات انه بعرف انا بعرف ايش بعرف انا بعرف انه 500 450 على 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 5 انا انا بعرف انه قديش المعدل ما بعرف المعدل قديش يساوي 78 مزبوط معناته إيه معناته 8 إيه 75 ثمان... إيه ثم... إيه ضرب إيه ستة بيعطيني المجموع قديش بيعطيني؟ 450 450 زائد اكس واحد على سبعة يساوي 78 بحل المعادلة بيطلع عندي انه العلامة السابعة شو تساوي؟ 96 العلامة السابعة 96 قسم جيم بقول لي عند حساب العلامات اكتشف خطأ من أجل تصحيح الخطأ أضاف المعلم درجتين لكل واحد من العلامات في ايش؟ علم ان علامات الطالب في الامتح في خمس امتحانات الاولى ما هو معدل علامات الطالب في الامتحانات السبع بعد التصحيح اذا اذا زاد اذا زاد على على كل امتحان علامتين معناته انا عندي هون ايش عندي خمس امتحانات معناته إيش زاد زاد عشر علامات زاد عشر علامات زائد زائد زائد, زائد مجموع السبع علامات الاولى اللي هن 78 78 ضرب 7 على 7 بيعطيني المعدل الجديد هو 9 78 ضرب 7 على 7 زائد 10 علامات اللي هن لكل امتحان عندي علامتين وعندي 5 على الامتحانات 2 في 5 بيعطيني 10 بيعطيني 78 اللي هن مجموع السبع علامات زائد 10 اللي كان فيهم خطا اللي كانوا ناقصين على تقسيم سبع امتحانات بيطلع عندي المعدل اللي بنحسبه 79 و42% <applause> ايه نرجع سلمتها؟ بنرجع للموضوع بنرجع ايه للاستراحة بنكمل بحل اسئلة بقروت السؤال اللي عندي بقروت 2000 وشتاء 2014 الجدول الذي امامك توزيع علامات في امتحان التاريخ في صف الثاني عشر عندي سبع طلاب جابوا علامة ستين إكس طلاب جابوا علامة سبعين إحداشر طالب جاب علامة ثمانين وطالب واحد جاب علامة تسعين ولقسم ألف احسب معدل علامة بقول لي معدل علامات في هذا الامتحان هو اثنين وسبعين ونص احسب قيمة إكس باء ما هو المنوال قسم جيم كم طالب يمتحن في الامتحان قسم دال ما هو الوسيط علامات في الامتحان ها نختار بشكل عشوائي نختار بشكل عشوائي طالبا امتحنا ما هو الاحتمال ان تكون علامة العلامة التي حصل عليها الطالب في الامتحان هو ثمانين فما فوق او اكثر قسم الف توتا نلاقي ايش العلامة اكس كيف نلاقي العلامة اكس حسب المعدل اول شي بقول لي معدل العلامة شو يساوي اثنين وسبعين حسب المعدل انا بعرف المعدل شو يساوي بشكل عام قانون المعدل اكس معدل يساوي إكس واحد ضرب اف واحد زائد إكس اثنين ضرب اف اثنين إلى ما لا نهاية على أديش على أن؟ أنا المعدل معطي معي هون أنا المعدل معطي معي هون شو يساوي وسبعين وأديش ونص؟ معناتا بقول بقول إنه ايه ايه إيش ستة وسبعين سبعة ضرب ستين زائد إكس ضرب سبعين زائد إحداش ضرب ثمانين زائد. 90 ضرب 1 على مجموع الطلاب قديش مجموع الطلاب هو عندي 7 و 11 18 7 و 11 18 و 1 19 معناته عدد الطلاب الكلي هو 19 زائد X 19 زائد X بنجمع مع بعض بيطلع 19 زائد X بضرب كل المعادلة 19 زائد X بضرب كل هاي المعادلة 19 زائد X بصير عندي 60 ضرب 7 بيعطيني 1390 زائد 70 اكس زائد إيه اذا بنجمع المق... اذا بنجمع الباست بيعطيني 420 زائد 880 إيه زائد 90 نجمعها بيطلع عندي 1390 زائد 70 اكس يساوي 72 ونص زائد 19 زائد, زائد اكس بنحل المعادله بيطلع عندي قيمه اكس يساوي 5 قيمة x يساوي خمسة. با. بقول لي ما هو المنوال؟ المنوال هو أكثر علامة تكررت، أكثر علامة تكررت عندنا الجدول هي علامة 80 تكررت قديش؟ 11 مرة. معناتها عندي x يساوي 5. 11 مرة قديش المنوال؟ المنوال هو عندي العلامة 80 تكررت 11 مرة. العلامة التي حصلنا عليها الأكبر هي العلامة 80 لذلك من العلامة 80 لذلك من هو 80 ويتكرر قديش 11 مرة جيم كم طالب امتحنا في ال كم طالب امتحنا طلع عندنا عدد الطلاب يساوي قديش عدد الطلاب يساوي 19 زائد اكس اكس لا عندي يساوي 5 مع 19 زائد خمسة بيعطينا قديش؟ أربعة وعشرين. سبعة زائد خمسة زائد إحداش زائد واحد بيعطينا قديش؟ أربعة وعشرين طالب. قسم دال. ما هو وسيط العلامات؟ بما, إن هو زوجي. بما إنه العدد هو زوجي، بما إنه هو العدد هو زوجي، زوجي، نص الأربعة وعشرين بده يكون إتناش، بده يكون العلام العلامة 12. هي بين 12 11. العلامة إتناش، هي اللي بين إتناش والإحداش، العلامة إتناش هي عندي أنا سبعين، العلامة 12 هي 70 والعلامة 13 تساوي هي بين العلامة 12 والعلامة 13 علامة 12 هي 70 والعلامة 13 هي 80 نعمل معدل تاحن 70 زائد 80 بيعطيني 150 على 2 150 تقسيم 2 جواب يطلع عند قديش 52 معناته الوسيط هو عند قديش يساوي تاسف 150 على 2 بيعطيني 75 معناته الوسيط هو عند قديش يساوي 75 قسمها قسمها نختار بشكل عشوائي طالبا امتحنا في الامتحان ما هو الاحتمال ان تكون علامة التي حصل عليها علامة التي حصل عليها في الامتحان هو ثمانين او اكثر نرجع للجدول بدينا ثمانين او اكثر اكم طالب جاب عند علامة الثمانين احداش أك اكم طالب جاب عندي علامة التسعين اثنا اتناش معناته الاحتمال تاعي هو احتمال تاعي يكون وحداش احتمال تاعي يكون عشر من اربعة وعشرين زائد واحد من احداشر طالب جاب جاب ثمانية ثمانين هني احداشر طالب من اربعة وعشرين زائد طالب واحد جاب علامة تسعين من اربعة وعشرين مجمع حين بيطلع عند اتناش من اربعة وعشرين بيطلع الجواب عندي شو يساوي نص بيطلع عند الجواب عندي شو يساوي نص سؤال بقرود صيف ألفين سؤال بقرود صيف ألفين أمامك قائمة لخمس علامات ستة وسبعين سبعة وسبعين ثمانية وسبعين ثمانية وثلاث وستة ثمانين قسم أ احسب المعدل والانحراف المعياري احسب المعدل والانحراف المعياري ، إحنا حكينا عشان أنا أجد المعدل أو الانحراف المعياري مفروض علي عشان أجد الانحراف المعياري مفروض علي ان أجد المعدل أول شيء بنحسب المعدل. المعدل بشكل عام كيف حكينا مجموع العلامات على عددنا كم علامة أنا عندي ستة وسبعين زائد سبعة وسبعين زائد سبعة ثمان وسبعين زائد ثلاثة ثمانين زائد ستة وثمانين على خمسة أربعمية على خمسة بيطلع عند المعدل هو خمسة المعدل أنا عندي هو خمسة نحسب الانحراف المعياري حسب قانون الانحراف المعياري حسب قانون الانحراف المعياري S يساوي جذر التربيع الى اف واحد ضرب اكس ضرب اكس واحد ناقص معدل كل تربيع زائد كمان تحت الجذر اكس اثنين ناقص اكس معدل كل مضروب اف اثنين الى ما لا نهاية تحت الجذر اول اشي بنحسب البسّط سبعين دار تكررت على مرة واحدة سبعين ناقص ثمانين كل تربيع زائد سبعة وسبعين ناقص ثمانين كل تربية زائد ثمانية وسبعين ناقص ثمانين كل تربية زائد ثلاثة ناقص كل تربية زائد ستة ناقص كل تربيع, تربيع, تربيع ويساوي مجموع عندي اربعة وسبعين, أربعة وسبعين على عدد العلامة اللي هو خمسة بيطلع عندي الجواب النهائي للإنحراف المعياري ثلاثة ثلاثة قسم ب أضف علام أضيف علامة سادسة بحيث لا يتغير أضف علامة سادسة بحيث لا يتغير المعدل إحنا حكينا عشان يتغير المعدل المعدل ظل ثابت مجبور أضيف علامة تساوي المعدل إذا كانت العلامة السادسة مساوية للمعدل علامات الخمسة التي قبلها لن يتغير المعدل كيف حكينا أنا مجبور أزيد علامة سادسة تساوي المعدل لذلك العلامة السادسة لازم أضيف تساوي ثمانين تساوي المعدل، با هل الانحراف المعياري بعد إضافة العلامة السادسة أقل أم لم يتغير علل؟ العلامة السادسة بما إنه احنا ضفنا المعدل معناته العلامة إذا ضفنا المعدل معناته إذا بنطرح 80 ناقص 80 كل تربية بيعطيني صفر، المقام البسط قلب واحد معناته المقام ظل ثابت اذا المعدل يزور نحسب المعدل من اول وجديد، اربعه زائد صفر، ثاني في البدايه اربعه اذا ذاكرين قسم ب، طلع المجموع عندي اربعه زائد صفر، اربعه زائد صفر على اديش؟ علامات زاد اديش بعلامي الباص ظل مثل ما هو 74 على المقام زاد على معناته كبر معناته الانحراف المعياري بده يقل 74 جدول الار بي تربيع ل 74 تقسيم 6 بيعطيني 3.51 معناته بالبدايه كان عندي قسم القسم الانحراف المعياري كان عندي 3.8 قسم با 2 3.15 اذا مع ايش بالمعدل بالانحراف المعياري بده يقل هذا السؤال أخذته من المجمع يعمل ثمانين عاملا في مصنع يوجد ثلاث درجات أجور شهرية خمسة آلاف ومية خمسة آلاف خمسة آلاف وأربعمية شيكل وخمسة آلاف وسبعمية شيكل معدل أجور الشهرية لكل عمال المصنع في الشهر هو قديش المعدل كل خمسة آلاف وخمسمية وخمسين شيكل بقول لي عشر عمال بيتقاضوا منهم قديش خمسة آلاف ومية شيكل بقول لقسم ألف كم عامل يتقاضى 5700 شيكل باء ما هو الوسيط للراتب الشهري جيم ما هو قسم باء ما هو المنوال متأسف قسم جيم ما هو الوسيط قسم د نختار بشكل عشوائي عاملة من المصنع ما هو الاحتمال أن يكون راتبه الشهري أقل من المعدل أول إشي هو بيسألني إيش قسم ألف كم قديش كم عامل يتقاضى 5700 شيكل نفرض انه عدد العمال, الكو عدد العمال, العمال الذين يتقاضوا 5400 شيكل هو اكس، معطي معي ان المعدل شو يساوي 5550، نعمل قائمة، معطي معي انه أول عشر عمال بيربحوا 5100 شيكل، واحنا فرضنا انه اكس عمال بتربح 5400 شيكل، معناته عدد العمال المتبقي هو أديش؟ 80 ناقص 10 ناقص اكس قديش بيعطيني 70 ناقص اكس بقبض 5700 شيكل حسب قانون المعدل بنعوض معدل عندي 5550 شيكل يساوي 10 عمال ضرب 5100 شيكل الاجر العامل الواحد زائد اكس عمال ضرب العامل الواحد بقبض 5400 شيكل زائد 70 ناقص اكس عمال بقبض العامل الواحد 7500 شيكل نقسم على قديش عد على عدد مجموع العمال الكلي اللي هو 80 عامل

خمسة آلاف وسبعمية إكس، بنبسط المعادلة بيطلع عندي أربعة ، أربعة وأربعين ألف يساوي ناقص ثلاثمية زائد خمسة وأربعين ألف، نطرحهم من بعض، أربعة ، بننقل أربعة أربعة وخمسين ألف للطرف الثاني بيعطيني <hesitation> للطرف الثاني بيعطيني أربعة وأربعين ألف ناقص خمسة وأربعين 45000 بيعطينا ناقص 300 نطرح من بعض ناقص 6000 بيعطينا ناقص 300 من هون اكس يساوي ناقص 6000 على ناقص 300 بيعطي جواب 20 معناته عدد معناته عدد العمال اللي بتقاضى 5110 هو 10 هو 10 عمال كيف معطى بالسؤال عدد العمال اللي بتقاضوا 5400 هو اكس هو اكس 20 وعدد العمال اللي بتقاضوا 5700 يساوي 70 ناقص اكس بيساوي 70 ناقص 20 بيساوي قد 50 عامل. قسم باء قسم باء بيقول لي ما هو المنوال الراتب الشهري؟ المنوال هو اكثر اجر تكرر، اكثر اجر تكرر هو 5700 يتكرر 50 مره. الوسيط الوسيط انا عندي 10 عمال، انا عندي 10 عمال كانوا يقبضوا 5100. وعندي 20 عامل كانوا يقبضوا قد 5400، 10 زائد 20، 10 زائد 20 بيعطيني 30 عامل. معناته أنا بفهم ضمناً إنه أنا بعد مش واصل النص، النص وين بده يكون؟ بالخم بايش؟ بالعمال اللي بقوم بقديش 5400، قد ايش عددهن؟ 50، قد ايش العدد الكلي معناته؟ 80، معناته بده يكون الوسيط هو ايش؟ ال 40 معدل معدل بين... بما إنه هو العدد زوجي، الوسيط يكون بين ال 40 وال 41. وسيط هو المعدل بين العامل 40 اجره 5700 والعامل 41 الذي اجره ايضا قد ايش 5700 معناته الوسيط يساوي اكس العامل 40 زائد العامل 41 على 2 يعني 5700 زائد 5700 تقسيم 2 بيعطيني 11400 تقسيم 2 برجع عندي جواب 5700 اذا الوسيط عندي يساوي 5700 د نختار بشكل عشوائي عامل المصنع ما هو الاحتمال ان يكون راتبه اقل من المعدل يعني اذا يكون راتبه اقل من 5550 انا عندي الاقل من 5550 هنا 5400 و5100 عدد العمال اللي اجارهم 5400 هو 20 وعدد العمال اللي اجارهم 5100 هذا يساوي 10 10 زائد 20 على عدد العمال الكلي

مجموعة من الطلاب أعضاء في حركة شبيبة تخطط للقيام برحلة في عطلة العيد أجرت الحركة استطلاعا للرأي بين هؤلاء الطلاب لاتخاذ قرار بشأن المنطقة التي سيسافرون إليها في الرحلة المخطط الدائري الذي أمامك يعرض توزيع المناطق حسب النسبة المئوية للذين فضلوا السفر إلى المنطقة قسم ألف بكم ضعف عدد الطلاب الذين فضلوا السفر إلى منطقة إيات؟ أكبر من عدد الطلاب الذين فضلوا السفر إلى الجليل ب معلوم أن عدد الطلاب الذين فضلوا السفر إلى النقب هو 28 طالب ما هو عدد الطلاب الذين يخططون الاشتراك في الرحلة قسم أوكي سؤال الطلاب في الاستطلاع أيضا عن عدد الأيام الرحلة التي يفضلونها أمامك نتائج الاستطلاع عدد الأيام عندي عدد الأيام يومين كان عندي ثلاثين طالب، وثلاثة مش معروف عندي والأربعة مش معروف عندي، ظل عندي خمس أيام فيهم ثلاثين طالب، بقول لي معلوم أن الوسيط العدد المفضل الأيام الرحلة هو ثلاث ونص أيام، الوسيط يساوي ثلاث ونص، جد كم طالب كم طالب فضل الثلاث أيام وكم طالب مفضل الأيش الأربع أيام، د أحد الطلاب الذي فضل في البداية الرحلة الأربع أيام. غير رايه الى ثلاثة ايام هل يتغير الوسيط العدد المفضل لايام الرحلة بعد هذا التغيير؟ حل السؤال قسم أ لي بكم ضعف عدد الطلاب الذين فضلوا السفر الى منطقة إيلات اكبر من عدد الطلاب الذين فضلوا السفر الى منطقة الجليل؟ قديش نسبة الطلاب اللي فضلوا إلى إيلات؟ هن 40% إيش نسبة الجليل هن 25% ما شو بساوي؟ بقسم 40 على 25 بالمئة بيعطيني واحد وستة عشر الضعف يعني عدد اللي سافروا على إيلات إني أكبر بواحد وستة عشر مرة قسم ب معلوم أن عدد الطلاب الذين فضلوا السفر إلى النقب هو قديش ثمان وعشرين بسألني قديش عدد الطلاب الكل الذي اشترك في الرحلة أنا شو بعرف أنا بعرف نسبة الطلاب اللي اشتركوا في الرحلة عدد يعني نسبة الطلاب الذين اشتركوا بالرحلة على ال... على النقب هو 20% معناته ايش؟ معناته 20% قديش 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 بالمئة من الطلاب هو قديش؟ هو 28 طالب من ال 100% المي... من الطلاب نفرضه هو اكس شو معناته من هون اكس؟ اكس من هون يساوي اذا اكس اذا 20% هن 28 100% هن اكس معناته هاي اكس يساوي اكس يساوي مية مية ضرب ثمان وعشرين على عشرين بيطلع عندي مية واربعين طالبا اشتركوا وين بالرحلة مية وعشرين طالب ايش اشتركوا في الرحلة برجع كمان مرة هذا السؤال عشرين بالمية من الطلاب هن من النقب قديش عددين ثمانية ثمان وعشرين انا مدلي قديش عدد الكلي عدد الكلي قديش نسبته مية بالمية بفرضوا قديش اكس معناته شو معناته منهم بضرب ضرب تبادلي بضرب ضرب ايه بضرب ضرب تبادلي بيعطيني 100 ضرب وعشرين ايه على 20 بيعطيني قديش 140 طالب معناته عدد الطلاب اللي اشتركوا في الرحله عدد الطلاب الذين شاركوا في الرحله هو خمس اضعاف عدد الطلاب اللي سافروا وين الى النقب وما نسالنش عن الشهر عن عدد الطلاب الكلي قسم ج أمامك نتائج الاستطلاع والعدد الأيام كان فيه يومين وعدد الثلاثة أيام والأربعة أيام مش معروف عندي الخمسة أيام كان عندي ثلاثين بقولي معلوم أن الوسيط العدد المفضل الأيام رح ايش يساوي الوسيط وسيط يساوي ثلاثة ونص يوم جد كم طالبا فضل الثلاث أيام وكم طالبا فضل قديش الأربع أيام أول إشي أنا بعرف إنه عدد الكل شو يساوي مية وأربعين وأنا هون عندي إيش زوجي وأنا هون بعرف إنه إيش العدد الكلي هو زوجي معناته الوسيط يكون بين الثالث والرابع معناته الوسيط بيكون بين الثالث والرابع طيب ومعطي معنى معي الوسيط شو يساوي ثلاثة ونص الوسيط يكون عندي إيش ثلاثة ونص أي أنا بدي يكون المعدل بنات من هنا بنرجع أن يساوي ثلاثين، اثنين يساوي كيف حكينا؟ 2 يساوي ثلاثين، والآن يساوي خمسين، أديش ثلاثين وخم- إيه وثلاثين، أديش بيعطيني ستين، الستين أديش ظل عندي؟ ستمية ناقص ستين، ثمانين، معنا نقسم نقسم أيام على ثمانين، بيعطيني س... أربعين واحد. 40 أربعين 40 أربعين طالب كان بثلاث ايام و40 طالب كان وين بالثلاث 40 طالب كان بالثلاث ايام ليش برجع لي كمان مره انا بعرف انه المجموع الكلي يساوي 80 المجموع الكلي يساوي بتقسم المجموع الكلي يساوي 140 انا عندي يومين كان في 30 طالب ويومين كان في قديش وخمس ايام 30 طالب قديش المجموع كله 60 140 ناقص 60 بيظل عندي 80 معناته 80 بتقسم على, على, على 3 ايام 40 وعلى 4 ايام 40 قسم احد الطلاب الذي فضل في بداية الرحلة احد الطلاب الذي فضل في بداية الرحلة اربع ايام وغيره الى ثلاثة ايام هل يتغير الوسيط لعدد الوسيط بعد هذا التغيير تعطي نفحص عدد الطلاب الذين فضلوا أربع أيام بقل بواحد مظبوط رقم تسعة وثلاثين معناته أديش يزيد على ثلاثة أيام على الواحد يزيد أربعين من هون بنتج عندي أنا أديش اثنين ثلاثين والثلاثة واحد وأربعين والأربعة تسعة وثلاثين والخمسة أديش ثلاثين معناته الوسيط إذا بنجمع إذا إذا بنحسبها بيطلع عند الوسيط شو يساوي ثلاثة نحسبها أديش عندي هون مية وأربعين قديش عندي ثمانين مظبوط معناته الواحد وأربعين واحد واربعين والتسعين نجمعهم مع بعض نقسم على اثنين مثلا وثلاث ايام